داخلية، يعني تحقق في مخطط تم كشفه. المخطط هذايا يستهدف اغتيال رئيس الحكومة يوسف الشاهد. مصالح الوزارة تحقق، تكتم سرية كبيرة، وتوفرت معلومات دقيقة وإثباتات ملموسة بوجود مخطط جاهز يهدف إلى تصفية رئيس الحكومة يوسف الشاهد. وتذكروا مليح إياد الدهماني نطق رسمي باسم رئيس الحكومة، كان لمح في استضافة تلفزية إلى أنه يوسف الشاهد وعائلته الحياة نتاعهم مهددة بسبب إعلان الحرب على الفساد. وكنا نحكيه البرة وقلنا راي معناها لونجي الفينونسيين نتاع الفساد كبيرة، بدرجة أنه ربما الفاسدين ينتقلوا معناها إلى معناها أمور ما أخطر ربما. هذا اللي برر الخبر هذا، المصادر تقول أنه أموال كبيرة ترصدت لهذا المخطط. نحكيه على ملايين الدينارات، نحكيه على حوافز لاستقطاب عناصر من داخل تونس ومن خارجها للانخراط في تنفيذ هذا المخطط. تحقيقات مازالت جارية، قاعدة تتقدم خطوات مهمة، وتم تحديد الجهة اللي تقف وراء المخطط هذا، ويبدو أنه جهة معناها خارجية معروفة ومن بلد مجاور، ربما تنجم تكون القطر الليبي، ولها ارتباطات بعناصر معناها إرهابية بتونس.